وللمزيد من المتابعة والتحليل لهذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. يعني دكتور عبد المنعم، بعد التحية، قناة السويس هي أهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب بالرغم من أزمة كورونا وأيضا الأزمة الأوكرانية. الإيرادات تزداد بشكل كبير بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، كيف تعلق على ذلك؟ اولا اهلا بحضرتك. احنا بنتحدث عن قناة السويس التي بتكتسب مكانة دولية خاصة باعتبارها يمكن اهم شريان ملاحي على مستوى العالم بيربط بين الشرق والغرب. حجم التجارة العالمية اللي بتعدي على قناة السويس في حدود 12%. قناة السويس بيعدي عليها اكثر من 20% من حجم الحاويات على مستوى العالم. اهمية قناة السويس بتزداد يوم بعد يوم ولا تقل، لان قناة السويس النهاردة الدولة حريصة انها تحول قناة السويس ليس فقط شريان ملاحي، ولكن ايضا هي مركز لوجستي لتقديم الخدمات اللوجستية للسفن الملاحية التي تعدي على قناة السويس. وبالتالي فان ايرادات قناة السويس بتزداد سواء كان من خلال الشريان الملاحي زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا النصف العام الاول من عام 22 زاد بنسبه 20% بزياده بتتجاوز 600 مليون دولار عن نفس الفتره العام الماضي اللي كانت في حدود 3 مليار دولار في نفس الفتره الست شهور الاولى من عام 2021. وبالتالي فان قناه السويس اهميتها كبيره جدا لدى العالم ككل بصفتها احد اهم الشرايين التجاريه. وبالتالي اعتقد ان عمليه التطوير مستمره في قناه السويس، وده اللي بيخلي قناه السويس في مكانه مهمه جدا ومكانه مرتفعه امام كل المحاولات التي بتحاول انها تقلل من شان قناه السويس او تحاول حتى انها تكون ممر اخر. صحيح. يعني مختلف عن قناه السويس او يكون بديل لقناه السويس. قناه السويس لا يوجد لها بديل. صحيح. قناه السويس بتحقق ايرادات، وايضا الاكثر من ذلك تحولها لمنطقه لوجستيه. صحيح. وهي منطقه يعني هي الشريان الملاحي الاهم في التجاره العالميه على مستوى العالم. الى جانب هذا الشريان. صحيح. الملاحي دكتور عبد المنعم، الدوله المصريه حريصه كل الحرص على تطوير محور قناه السويس، تطوير المنطقه الاقتصاديه، اقامه مشروعات تنمويه متكامله في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركه التجاره. كيف ترى هذه الجهود الخاصة التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية وتطوير محور قناة السويس؟ الدولة النهاردة بقى لها الخطة من 2015 أن تتحول قناة السويس لمركز لوجستي عالمي وإقامة مجموعة من المشروعات التنموية اللي هدفها جذب الاستثمارات الأجنبية، وكل ده بيتم من خلال ما يطلق عليه استراتيجية شاملة لتحويل قناة السويس سواء كان لمركز مركز لوجستي وايضا لمنطقه خدمات للسفن. وده بيؤكد ان حتى منطقه محور قناه السويس النهارده حجم الايرادات المحققه فيها سنويا في حدود 3.2 مليار جنيه مصري، وتم فيها اقامه اكثر من 192 مشروع اجنبي على الارض المصريه. وبالتالي النهارده قناه السويس اهميتها ليس فقط في انها شريان، وطبعا عمليه التجديد والتطوير المستمره في قناه السويس، قناه السويس الجديده التي تمت، عدد السفن ومتوسط السفن، يمكن حضرتك في بدايه التقرير ذكر انه عدد السفن اللي عدت على قناه السويس 1111 سفينه في نصف العام الاول. صحيح. وده معناه انه تقريبا 62 متوسط 62 سفينه يوميا. احنا كنا قناه السويس منذ اربع سنوات كان المتوسط او اقصى امكانيه للتعديه في قناه السويس هي كانت ما بين 42 الى 48 سفينه يوميا. وبالتالي هذه الزياده النهارده قناه السويس تستوعب هذه الاعداد وتستوعب ايضا اعداد اكثر منها بكثير. صحيح. حتى تصل ل 95 سفينه يوميا، وهذا يعزز بالطبع مكانه قناه السويس عالميا. صحيح. يعني برايك دكتور عبد المنعم، انعكاس ذلك على أداء الاقتصاد المصري، كلنا نعلم أن قناة السويس أو إيرادات قناة السويس هي المصدر الأساسي من مصادر الدخل القومي للدولة المصرية، انعكاس هذه الزيادة بنسبة 20% على الاقتصاد المصري، على مؤشرات الأداء الخاصة بالاقتصاد المصري الفترة المقبلة. قناة السويس هي
أحد أهم المصادر التي بتتحصل منها الدولة المصرية على حصيلة دولارية ثابتة. النهاردة كنا بنتحدث عن منذ 4 سنوات الحصيلة في حدود 5 مليار دولار. النهاردة الحمد لله مصر تحقق من قناة السويس في حدود من 7 إلى 7.2 مليار دولار سنويا، وبزيادة أعتقد أنها كبيرة في ظل أزمات اقتصادية. طبعا وجود هذه الحصيلة أو وجود هذا الرقم مساند وداعم بشكل كبير للاقتصاد المصري. صحيح. لأن دي حصيلة دولارية بتتأتى للدولة المصرية في شكل يعني رسوم بتتحصلها الدولة المصرية، بالإضافة إلى رسوم أخرى أو مصادر من منطقة اللوجستية والخدمية والصناعية التي تم إقامتها على ضفاف محور تنمية قناة السويس، وبالتالي هي داعم للاقتصاد المصري وبتؤهل الاقتصاد المصري بإذن الله أن يحقق من خلال هذه المنطقة التي تعد من أحد أهم المناطق اللوجستية على مستوى العالم أنها تكون مصدر أساسي للدولة المصرية. صحيح. في زيادة الحصيلة الدولارية الخاصة بها. الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.